السلامكم خوتي خوتي سيان، نهاركم في فيديو جديد، نهاركم في القناة ديالكم وسط الحلاقة. سو إذا كنتي أول مرة كتفرج فينا ما تنساش دير زعما لايك الفيديو كتشجيع، ما تنساش تضغط لتحت تلقى واحد البوطونة حمراء برك عليها باش تشارك معنا في هاد لاشين إن شاء الله اللي غادي تستافد فيها في مجال الحلاقة يعني بصفة عامة. سو كيما وعدتكم الإخوان في الفيديو اللي فات بأنني غنجيب لكم يعني الطوندوز اللي كنت وريتها لكم ديجا هي هادي، كنت قلت لكم باننا غادي نحلوها ان شاء الله وغادي نشوفوها بيان سو غادي نحلوها، وجبت لكم هنا يعني جميع لي طوندوز تقريبا اللي عندي هنا في الصالون، بغيت نبارطاجيهم معكم يعني تعرفون كاملين هاد لي طوندوز هادو. سو شكرا لكم بزاف الاخوان على الدعم ديالكم، شكرا بزاف بزاف. سو الدراري ما تنساو تدخلوا انستغرام اللي هي اللي بغيتكم كاملين تدخلوا ليها الدراري، حيت تما كنحط بزاف اللعيبات لي ستوري وشي فيديوهات وتصاور بزاف ديال البلانات. سو نبداو على بركة الله، غنبداو بأول طوندوز اللي هي ديجا هضرنا عليها هي السينيور، راه كلشي كيعرفها منكم هادي هي السينيور. الوال السينيور هنا هادو كاملين الإخوان ديال الوال، من غير هادي، هادي ديال أنديس خليوها هي لخرا. المهم الإخوان معنا هادي هي السينيور، راه كلشي منكم تيعرف السينيور، ديجا هضرنا عليها. اللي بغا يعرف عليها معلومات هي أول ماجيك يدخل واحد الفيديو غيطلع لكم هنا، دخلوا ليه وغتعرفوا عليهم بزاف ديال المعلومات حيت ديجا هضرت عليهم. هادي الماجيك، هادي السينيور، اوكي خليهم هنا. وعندنا هنايا انديس خليه الاخر، عندنا هنايا الوال يعني اخر ما خرجت الوال هي كليبر ولا يعني 1919، هادي خرجوها احتفالا يعني بعيد ميلاد ديالها ديال الوال، هي هادي يعني الطوندوز اللي خرجوا الميلاد ديالهم. يعني الطوندوز اللي هي واعرة بزاف، لعبوا لها الديزاين بزاف، الديزاين ديالها شي حاجة اللي هي واعرة، يعني كلها حديد كامل حديد يعني ما فيهاش البلاستيك نهائيا، حتى من لقيت هو يعني حديد، داكشي واعر بزاف، لونها بزاف واعرة وزوينة حتى في الخدمة ديالها، غير المشكل اللي فيها هي انها غالية شوية في الثمن، عارف الثمن، زوينة بزاف يعني اي واحد يعني عنده يعني واحد الباجي اللي هو كبير وبغى ياخذ طوندوز كنصحو انه ياخذ هذه لانها هي واعرة. وتا الماجيك الاخوان راه خرجوا فيها يعني نفس ستيل بحال هذه اللي غطلع لكم هنا الاخوان، راه الماجيك يعني نفس ستيل ديالهم. هنا هادو هما اللعيبات اللي كاينين هنا ديال الوا، وعندنا هنا هاد اللعيبة ديال انديس اللي معروفة يعني كلشي كيعرفها، هادي ديال انديس، هادي تا هي زوينة بزاف في التراساج يعني شي حاجة اللي هي واعرة يعني خطيرة، ولكن تا هي يعني نفس المشكل ديال هادي انها يعني طالعة في الثمن، تقريبا كدير شي 800 درهم تا 900 درهم يعني مغربية، وإلا لقيتي عاد الأوريجينال لأنهم فيهم الشينوا هادو بزاف، هاد الانديس فيهم الشينوا بزاف، هاتي الأوريجينال راه أنا راه مزيان. ولكن هي واعرة بزاف الاخوان، واخا غالية في الثمن ولكن تستاهل داك الثمن ديالها، لان شي حاجة اللي هي خطيرة تشارجا الاخوان كما كتشوفو عندها بلاصة الشارج وبزاف ديال البلانات. سو هادو هما الماتيريال يعني هادو هما الطوندوزات اللي بغيت نبارطاجيهم معكم باش تعرفوهم. دابا الاخوان ندوزو نحلو هادي، اوكي غادي نحلو دابا الاخوان هاد الطوندوز هادي. هادي بالنسبة للناس يعني اكثر اللي كلشي عارف هادي هي الصفاية، حنا نقولو لها الصفاية لأن هي كلشي كيقول لها الصفاية، لأن الدور ديالها أنها كتصفي الشعر، اللي هي واعرة بزاف سوبر. داكشي ناضي، هادي يعني الوحيدة اللي كاينة عند الوال تقريبا، معندهمش يعني شي سيري أكثر منها، فيها هادي وفيها لون أخر أحمر، ولكن هادي أكثر اللي معروفة عندهم. إذا نحلو على بركة الله ونعطيكم عليها شي معلومات بطبيعة الحال، يعني خصكم تعرفو عليها شي معلومات بطبيعة الحال. سير خرجي هنا انتي، المهم كما كتشوفوا مع الدراري كتحيد هاد اللعيبه باغ كتبقى هادي، حلو هادي يا بسم الله. اوكي حنا نشوفو شنو داكشي ناضي، شوفو شنو هنا عندنا واحد اللعيب باغ هادي ديال الشارجور، في واحد اللعيبه اللي هي واعره بزاف غنوريكم ديالها اش هادي. هادي الاخوان الا بغيتي تحطها فيها كتشارجا فيها بلاصة الشارج هنا، وكتخشي لها الشارج هنا كتحطها هنايا كتبقى تشارجا، وفي نفس الوقت يعني كتحميها كتحطها في شي بلاصة يعني ما طيح لك ما والو. هذا البلان الاول، ما فيهاش بزاف ديال لي زاكسيسوار الدراري، فيها شارجو، الشارجو ديال يعني بحال ديال الوقت شو بلاتسي، بحال ديال الوال كاملين يعني عادي طرونكيل، ما فيه حتى حاجة زايدة، شارجو عادي نورمال. عندنا هنا شويته، هادي زوين هاد الشويته، وعندنا هادي عاوتاني تا هي شويته صغيرة، يعني هادو مزيانين هادو تحتاجهم في الحياة، طراسي بيهم الحياة هنايا بالصباغة، وهادي تا بطبيعة الصباغة هادو زوينين غنحتاجهم.
نجبدو باندوز اللي طالع عليها الفيلم هي هادي هادي اللي خوان باندوز يعني جايه بهذا البلان هذا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا تيديروا لهاد اللعيبه هادي يعني باش كتحمي لها السنان ومن الاحسن تحافظ انت على هاد البارتي هادي لانك غادي تحتاجها يعني باش تحافظ ليها على السنان ديالها يعني ضروري انها تبقى عندك هاد البارتي هادي باش تحافظ ليها على السنان بطبيعه الحال. اوكي يعني هادي يعني كتشارجا بالضو عادي ترونكيل يعني تدير فيها يعني ماشي خيط سون فيل كتشارجيها يعني كتخدم بيها و شنو اخر كتحل هاد البارتي هادي كتولي بحال هكا كما كتشوفوا معايا. وهنا الاخوان بغيت نقول لكم واحد البلان يعني اللي بزاف ديال الدراري كيطيحوا فيه هو انه فاش كيشري طوندوز بحال هادي الاخوان يعني كيوقع ليهم مشكل في هاد اللعيبات هادو في هاد الشبكه هادي كتثقب هاد الشبكه هادي. اوكي هاد الشبكه عندها واحد السبب اللي كيخليها تثقب. انا ان شاء الله اليوم غادي نعطيكم يعني السبب اللي كيخلي هاد الشبكه تثقب ونعطيكم الحل يعني كيفاش تجنبوا هاد الشبكه هادي باش ما تثقبش ليكم وغنعطيكم الحل عفوا باش يعني لا تثقبات ليكم هاد الشبكه شنو غديروا من بعد. اوكي هاد الشبكه السبب اللي كيتقبها الاخوان هو يعني سميتو فاش كتحسن بها الشعر فاش كيكون الشعر كبير مثلا بغيتي تصفي بها اللحيه هادي فاش كتحتاج اصلا كتحتاج في التصفيه ديال اللحيه كتصفي بها اللحيه وكتحتاج في التصفيه ديال الديغرادي يعني هادو هما الاحتياجات ديالها يعني فاش غتبغي تصفي بها فاش غتبغي تصفي بها اللحيه ولا الديغرادي حاولوا انكم تضربوا يعني بطوندور صغيره سواء كانت انديس هادي وسواء كانت اي طوندور صغيره المهم يكون عندها الزيرو ديالها يعني كيضرب مزيان. علاش الاخوان؟ لانه فاش كيبقى داك الشعر الكبير وكتبغي تصفي بها يعني كيتسقبوا لك هاد السنان هادو هاد الشبكه هادي كتكال لك يعني كيكرفس هذاك الزغب الكبير فاش كيكون الزغب يعني كبير وكيكون شي شعر كيكون قاصح راه كتقبل لك هاد الشبكه هادي. اوكي يعني غتجنبوا انكم تحسنوا بها يعني البلايص اللي فيهم شعر كبير باش ما تثقبش ليكم هاد الشبكه هادي باش تبقى لكم ديما مزيانه. لنفترض انه مثلا تقبات هاد الشبكه هادي شنو هو الحل؟ حيت كاين بزاف ديال الدراري ما عارفينش بانه هاد الشبكه راه كتباع يعني هاد الراس كله الاخوان راه كيتباع بوحدو تقدر تشريو وما عرفتش بالضبط الثمن ديالو كاين يعني طاح شويه الثمن ديالو من الاحسن تحافظ عليه تقريبا يكون كيدير شي 150 درهم تقريبا والله ما عقلتش بالضبط على الثمن الاخوان ولكن يعني طالع شويه الثمن ديالو يعني هذا هو الحل باش تقدروا انكم تحافظوا على هذه الشبكه والتالي يعني قدر الله ان يعني تقبات ولا عندكم الحل كيفاش انكم يعني تقدوها. دابا ندوزو لهنا الاخوان لهاد البلاصه هادي هاد البلاصه يعني هي كما كتشوفوا معايا فيها يعني فيها هاد اللعيبه اللي فيها وفيها هاد اللعيبات هاد اللعيبات هما المماس اللي كيقطعوا يعني الشعر فاش كيدخل الشعر من هاد الشبكه هادي هاد المواس كيتحركوا فاش كتشعل كيبقاو يتحركوا بحال هكا يعني هما اللي تيقطعوا داك الشعر. اوكي دابا نهضروا الاخوان على هاد المواس هادو الاخوان حتى هما كيحفاو كيحفاو باش من سبب شنو السبب اللي كيخليهم يحفاو؟ السبب الاول الاخوان اللي كيخليهم يحفاو هو كما قلت في الاول الشعر الكبير فاش كتحسن بهم الشعر الكبير راه كيحفاو يعني اوتوماتيكمون غادي يحفاو مع المده ولكن الا كنت كتحسن بهم يعني الحال كتضربها بالزيرو مزيان عاد كتضرب من فوق يعني بطبيعه الحال يعني غتحافظ عليها. اوكي دابا نقول لكم يعني البلان كيفاش انكم تحافظوا على هذا البلان هذا. مثلا الاخوان يعني خدمتي به واحد المده بانوا لك هاد المواس يعني توسخوا تكرفسوا ضروري خصك تنقيهم. كيفاش غادي ندير نقيهم؟ غادي تشدهم بحال هكا وغادي دير لهم شي تاوله شي حاجه هكاك راه ما غاديش يتنقاو لك. غتحاول انك يعني هاد المواس راه كيتحيدوا الاخوان كتشدها بحال هكا كدورهم هكا كيخرجوا عندك هاد المواس كتشدهم كتحيدهم فاش كيكونوا موسخين كديرهم في شي طاس ولا شي حاجه فيه الماء حاول انك دير فيه الماء سخون ولا الماء بارد اللي كان ودير معاهم شويه ديال يعني شي برودوي ديال اللي كينقي ديطول ولا لانكول ولكن من الاحسن ديطول ديطول مزيان تينقيهم مزيان تخليهم واحد المده واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه من بعد غتشد شي شيته تكون شيته تكون رطبه بحال هذه اللي عطاونا معاها بحال هذه اللي عطاونا معاها الاخوان فينا هي بحال هذه غتشدها انك تحكم مزيان لان هذه راه رطبه ما حرشاش بزاف تحكم مزيان وتخليهم تينشفوا يعني ما ديرهمش فيهم ما فيها زين تخليهم تينشفوا وردهم ليها عادي جدا وغتخدم واعر ولي يكون في العلم ديالكم يعني معلومه واحده اخرى ان هاد الماس هما كيتبدلوا وكيتباع ولكن هما غاليين مقارنه مع هادو يعني هما غاليين من الاحسن انك يعني تحافظ عليهم باش ما يتكرفصوا لك ما والو. هادو هما البلانات الاخوان اللي خصكم تعرفوا على الطوندوز وخصكم تعرفوا انه طوندوز ما خصهاش تطيح لكم يعني بصفه عامه كاع الطوندوزات كاملين ما خصهمش يطيحوا لانه الطوندوز لا طاح تمشات خصوصا الا جات على السنان
يعني صافي كتمشي كيوقع فيها شي خلل كتولي تزرع كتولي دير بزاف الحوايج ما كتبقاش تفيني وبزاف ديال البلانات. من الاحسن انكم تجنبوا الاخوان انا نطيح لكم هذه باش تحافظوا عليها باش ما طيحش لكم. هما عاطينكم البلان ديالها تحاول انك تخشيها في هذه وتشري لصاق دوفاس داك اللصاق اللي كيتلصق من هنا ومن هنا غضربوه هنا وغتلصقها فشي بلاصه وغتبقى تحطها فيها مع عمرها ما غاتطيح لك ان شاء الله وباذن الله. دابا ندوزو الاخوان لهاد البلان اللي قلت لكم قبيله بانها يخليكم عندها جوج بلانات تقدروا تشارجيوها بها. تشارجيها هكا يعني ديريكت كتخشيها الشارجور هنا بحال هكا كما كتشوفو كتخشيها في الضوء بطبيعه الحال غتشارجها ولا تقدر انك باقا جديده تخشيها ولا تقدر انك تخشي هاد اللعيبه هنايا وتخشي هاد اللعيبه في الضوء غادي تشارجها بطبيعه الحال يعني جميع الحلول تؤدي الى الشارجور. هادو هما البلانات الاخوان اللي بغيتكم تعرفوهم. دابا ندوزو الاثمنه ديالهم كاملين يعني شحال دايرين الاثمنه ديالهم باش كلشي يعرف الاثمنه ديالهم. اوكي نبداو الاخوان بهذه. هذه دايره الاخوان 960 درهم في المغرب. الاثمنه ديال المغرب 960 درهم. بالنسبه للماجيك كلكم عارفين شحال دايره. دايره تقريبا يعني 1000 درهم في المغرب. بالنسبه للانديس دايره في المغرب 850 درهم حتى 900 درهم. بالنسبه للسينيور زايده على الوال بشويه يعني بواحد 200 درهم يعني كدير تقريبا 1200 درهم 1300 درهم على حساب. بالنسبه للوال يعني بالنسبه للوال كليب يعني الاخر 1919 هذه الاخوان دايره تقريبا 1600 درهم حتى 1800 درهم يعني ما بين 1600 درهم حتى 1800 درهم يعني 36000 ريال ولا 32000 ريال ما عقلتش بالضبط الثمن ديالها ولكن يعني فايته 1500 درهم يعني راه غاليه يعني بحال بالدولار دايره تقريبا يعني 160 دولار دايره تقريبا هذه في المغرب. هذه الاثمنه كامله اللي عطيتكم الدراري في المغرب. سوف هذا الشيء اللي كان الاخوان حاولت انا طلبتوا مني انني بارطاجي معكم لي ماتيريال والطوندوزات فاش كنخدم ها هما بارطاجيتهم معكم وحلينا هذه وان شاء الله حتى شي حاجه اخرى نحلوها. شكرا لكم بزاف الاخوان على الدعم ديالكم. بزاف منكم تيصيفطوا لي ميساج شكرا لهم بزاف خصوصا الناس ديال الانستغرام شكرا لهم بزاف ديما كيدعمونا اي حاجه حطيناها ولا شي حاجه تيدعمونا شكرا لهم بزاف وديما تيسولوا فينا بطبيعه الحال. وسمحوا لي الاخوان الا ما جاوبتش شي واحد يعني كنجاوب يعني بقدر المستطاع يعني اي واحد راه ما يمكنش تصيفط ليا ما نجاوبكش فقط يعني غادي نجاوب غير مع المده. بزاف ديال الدراري يعني صيفطوا لي ميساج شحال هذه وجاوبتهم دابا وبنا تيقول لك شكرا وبزاف ديال الحوايج شكرا لكم بزاف. سوا هادشي اللي كاين نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش الاخوان دخلوا الانستغرام ولا عجبكم هاد الفيديو ديروا لايك. اي سؤال يعني بغيتو تعرفوا لا طوندوزات كتبوا ليا في لي كومونتير ولا صيفطوا ليا في ميساج في الانستغرام بطبيعه الحال غادي نجاوبكم كاملين ان شاء الله. سوا هادشي اللي كان معكم زكريا من قناه موس الحلقه. ما تنساوش ديرولنا واحد زر لايك الفيديو كتشجع. بيس ليكم.